سيد الوزير الذي لم يحضر، سيد الوزير الذي لم يحضر لمساءلتي هذه، وإن كان حضر للأسئلة قبلها، وأترك التفسير للحضور. يتعالى تذمر واستياء جمهور المغاربة من الممارسة المستفزة وغير المفهومة التي تمعن فيها قنوات القطب العمومي، خاصة الدوزيم والأولى، حيث ألغي الآذان، بل وحتى في شهر رمضان عوض بشريط إخباري متحرك يعلن أنه حان وقت صلاة كذا، وكأننا في دولة علمانية تقود شعبا ملحدا، حتى إنه بلغ الأمر في رمضان أن الدوزيم كانت ترفع فقط آذان المغرب، مما حوله لآذان للإفطار وليس للصلاة. مثل هذه السلوكات تشجع الرأي العام الشعبي على ترجيح الاحتمال المخيف بأن هناك توجها للتضييق على الدين نفسه، وليس على فئات من المتدينين يوجه إليها اتهام بتسييس الدين أو التشدد فيه. كيف مع هذه السلوكات يمكن إقناع المغاربة بأن إغلاق أغلب المساجد وكل المدارس الأصيلة والعتيقة والكتاتيب القرآنية سببه الإجراءات الاحترازية، وليس رغبة في مواجهة الصحوة الدينية من داخل دولة إمارة المؤمنين في مشهد سوريالي يصعب تخيله خارج هذا البلد المنكوب، خاصة والجمهور البسيط يلاحظ كيف يقيد فتح المساجد وتلغى التراويح وصلاة العيدين باسم الإجراءات الاحترازية مقابل فتح مرافق خدمات ومناشط اقتصادية واجتماعية بلا تقييد. حتى المراحيض تفتح في المقاهي وتغلق في المساجد رغم أن الوضوء شرط في الصلاة. نطالب في فريق العدالة والتنمية بإلحاح وباسم المغاربة جميعا برجوع الآذان إلى القنوات العمومية، وهذا أضعف الإيمان. ومن لم يعجبه أن المغرب بلد مسلم فأرض الله واسعة، كما قال عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله، وكما قال القرآن قبله: ولا حول ولا قوة إلا بالله.